بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن يدور الفلك دورته ويتم البدر رحلته، ونعيش سويا هلال شهر رمضان الذي يأتي على الدنيا فيملأ القلوب سعادة وفرحة بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر المغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا مع استقبال هذا الشهر الكريم بقلوب تملأها الفرحة، هيا معا إلى خير الكلم، إلى هذه التلاوة المباركة في ليلة رمضانية على موقع وزارة الأوقاف. هيا معا نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته مع القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. ربنا ولا تحمل
واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا صدق الله العظيم. أما الآن فمع هذه المأدبة العلمية مع الشيخ هيثم محمد رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعد، فيا أيها الصائمون والصائمات، رمضان هو شهر الجود والكرم، شهر البذل والعطاء، شهر الإحسان. لذلك يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أهم ما يعين المسلم على تقوى الله هو تخليص القلب من أمراض القلب كالشح والبخل والحرص والطمع والتقتير. فالله عز وجل كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور، والله عز وجل هو الجواد الكريم. أكرم عباده وجاد على عباده في هذا الشهر بأن أنزل خير كتاب في هذا الشهر، ألا وهو القرآن الكريم. فقال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم أكرم العباد في هذا الشهر بأن فتح لهم أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفدت فيه الشياطين. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت فيه الشياطين. وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يقول إن هذا الحديث أصل في تهنئة المسلمين. كيف لا يهنئ المسلم أخاه بموسم تغلق فيه أبواب النار؟ كيف لا يهنئ المسلم أخاه بوقت تفتح فيه أبواب الجنان؟ فوالله ما فتح أبواب الجنة إلا من أجل أن يدخلك فيها، وما أغلق الله أبواب النيران إلا من أجل أن يبعدك عنها. فيا شهر الصيام قد علوت مكرما، وغدوت بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه كل الخير كرما وتكرما. والويل كل الويل للعاصي الذي أكل الحرام فيه وأجرما. فالجود والكرم والإحسان من صفات هذا الشهر الكريم. باب المسارعة إلى كل خير، باب المسارعة إلى كل فضل، باب المسارعة إلى كل جود وإحسان. لذلك يقول ربنا المنان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالريح المرسلة في رمضان. فالكريم قريب من الله، قريب من رسول الله، قريب إلى الجنة بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الجنة، بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، قريب إلى النار. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالصالحات الباقية أعمالنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا معا إلى دوحة الدعاء مع المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. صلوات الله وسلامه
قد وجهت وجهي وأسلمت القيادة إلى الخبير وإلى السبور ذو الأمور.